خوتي خوتاتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أبورين للتقنية. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم تطبيق بيكس ارت اللي هو غني على التعريف أحسن تطبيق لعمل روتوش للصور أو لعمل صور مصغرة للفيديو وأيضا لعمل غلاف لقناة اليوتيوب. إذا هذا التطبيق هذا غنخلي لكم رابط التحميل ديالو أسفل الفيديو، غادي تهبطوا الفيديو لتحت صندوق الوصف وغادي تلقاو رابط ديال التحميل ديال هذا التطبيق، راه مجاني وغادي تلقاو رابط مباشر ان شاء الله. اذا قبل ما نبدا الشرح كنتمنى انكم الا مازال ما شاركتوش في القناه هبطوا تحت الفيديو، شاركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وبارطاجيو الفيديو باش كل شيء يساف ان شاء الله. ديروا اجر في هذا العواشر ديال رمضان، كنتمنى يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبالعافيه ان شاء الله وبطول العمر. إذن على بركة الله خوتي خواتاتي، غادي ندخلوا التطبيق على هذا الشكل. هذا بيكس ارت، احسن تطبيق اللي عمل العمل على الصور، تطبيق خيالي جدا. إذن ملي كندخلوا التطبيق كنلقاو على هذه الواجهه هذه، كيعطينا في مثلا نقدروا ندخلوا من الجيميل، نقدروا ندخلوا من الفيسبوك، او نقدروا نكرييو كونت جديد. إذن غادي ندخل من مثلا ندخل من حساب الفيسبوك، فيسبوك انا ما داخلش بيه من جوجل كروم، الو غادي ندخل من حساب جيميل. اذا ملي كندخلوا التطبيق كنلقى الواجهه ديالو هي هادي، التطبيق كيخدم ب شكل جيد جدا كما كتشوفوا. هذه الواجهه ديال التطبيق، حنا كنمشيو لهذه الخاصيه، هذه الخاصيه اللي فيها هذا الزائد كنكليكيو عليها كندخلوا للتطبيق على هذا الشكل. هذا هنا كنلقاو الصور، كنلقاو جميع الخصائص اللي نقدروا نخدموا به في نخدموا بهم في التطبيق هذا. اذا كما كتشوفوا هنا اوكي، واش غادي نبداو نخدموا بالتطبيق. غادي نمشيو في مثال، هنا عندنا الصور اللي عندنا ديال اللي كاينين في الهاتف، مثلا هما الصور اللي عندنا في الهاتف، كدير تولي فوتو كيطلعوا لك الصور كاملين، مثلا كتختار الصوره اللي بغيتي تخدم بها. انا غنختار على سبيل المثال هذه الصوره كما كتشوفوا، هذه الصوره اللي غادي نخدم عليها دابا. هنا لتحت كتلقاو الخصائص ديال التطبيق اللي تقدروا تخدموا بهم، الاعدادات، يمشي الاعدادات عفوا، يعني الاشكال اللي تقدروا ديروا في الكتابة، تقدروا تنقصوا وتزيدوا في الصورة، تقدروا في مثال تغيروا الشكل ديال شي شخص، يعني كاين أي شخص في وسط الصورة ممكن تحيد بيه عفوا الخلفية ديال أي صورة. بزاف بزاف ديال الخصائص. هنا غادي نديرو في مثال لو بغينا نغيروا الشكل ديال الصورة، هنا كنمشيو فورم، هنا كتلقى كيف ما كتشوف هنا تقدر تصغر تكبر أو تصغر الصورة لو بغيتي دير شكل دائري، في مثال صورة دائرية على الشكل هذا. هذه على حساب لك، تي بغيتي تصايب لوغو للقناة كتقدر تستعمل هاد الخاصية هذه. هنا كاين قلب، هنا كاين يعني بزاف بزاف ديال الأشياء. غادي ندير أبوندوني. هنا كاين في مثال كاين لي زوتو كولون، غنخلي نوريكم داكشي باختصار لأن جيت نشرح لكم كلشي في دقة واحدة راه غادي الفيديو ما غاديش يسالي، عاد فيه بزاف ديال الخصائص. هنا كاينين من لي زوتو كولون، هنا كاين تيكست نقدروا نكتبوا على الصوره على هذا الشكل هذا. مثال السلام عليكم، ديروا اشترك، شارك في القناة الآن. الله مازال مشتركتيش، شارك في القناة حالا الآن فضلا وليس أمرا. كما كتشوفوا هذه هي الكتابة اللي درت في الصورة. نقدروا نغيروا اللون ديال الكتابة، نقدروا نديروا أحمر أصفر أخضر، لون وردي مثلا، يعني يمكن لك تتحكم في اللون ديال الكتابة، أيضا في الجوانب، يعني في الجوانب ديال أو في الوسط ديال الكتابة والجوانب كاملين، يمكن لك تخفي الصورة شوية الكتابة، تزيد في الإضاحة ديالها. هنا يمكن لك أيضا تعوج الكتابة على هذا الشكل هذا، مثلا ديرها بشكل قوس مقوس على هذا الشكل هذا.
يعني بزاف الخصائص غادي نديرو ابوندوني. هنا ايضا كاين نقدروا نقصوا يعني نقطعوا من الحجم ديال الصورة. ايضا شنو كاين عاوتاني؟ هنا كاين في مثال اجوتي دي فوتو، لو بغينا نزيدو صور اخرى على هاد الصورة هادي، في مثال بغيت نزيد صور اخرى ندير لها اجوتي، حتى هي نقدر نضيفها هنا في مثال نحطها في اي بلاصة. هنا كاين خاصيات، يعني كاين بزاف عاوتاني خصائص نقدر نخدم على هاد الصورة اللي درت من الفوق. تصور مثلا ما قريتش انا صافي، ما بقيت باغي نمشي لامريكان لا والو، ولا الاتحاد السوفيتي. الامنية ديالي هي الامنية ديالي هي بغيت نمشي غير الحمام نكمل كمل عظامي. هاي هاد الصورة يلا شكون لي صيفطها لي يلا قريتها. شنو اخرى تاني كي هنا؟ روكادراج، نقدروا نديرو التصوير هنا، كيعطينا يعني انواع ديال لي كادر، كنقدروا نختاروا الكادر اللي بغينا ونضيفوه للصوره. ما غاديش كنظن ما يظهرش لي الان لان الكونيكسيون دي ثقيله شويه، اسمحوا لي. اش كاين عندنا؟ كاين هنا لي بوغ ديال الصوره، الجناب ديال الصوره، في مثلا نقدر نصغر نكبر، نقدر نغير الخلفيه ديال الحواشي ديال الصوره، في مثلا نقدر ندير اي لون كما كتشوفوا على الشكل هذا. يعني التطبيق رائع جدا، رائع رائع. انا كنستعمل التطبيق شخصيا في انشاء الصور ديالي، يعني الصور اللي كنخدم بها. احسن تطبيق لعمل الروتوش للصور، كنصحكم باستعمال ديالو. اذا هذا هو التطبيق ديالنا ديال البيكس ارت. هنا كاينين بزاف عاوتاني ديال الخصائص. هنا تقدر تقسم الصورة، في مثال غادي نديرو كولاج فري ستايل، مثلا ناخدو هاد الصورة هاد الصورة وهاد الصورة، ثلاثة صور كما كتشوف هنا، نقدر نديرهم على هذا الشكل هذا. مثلا نقدر نكبر ثلاثة صور في يعني في صورة واحدة كما كتشوف على هذا الشكل هذا. كاين عاوتاني واحد الخاصية أحسن بكثير من هذه، غادي نخرج غنمشي للكولاج. كاين هذا غري كما كتشوف هنا، غري هنا كندخلوا ليها، كنختاروا الصور ديالنا، مثلا ندير جوج ديال الصور وثلاثة صور كما كتشوفوا. نقدر نخدم الصور على هذا الشكل هذا، نقدر نديرهم على هذا الشكل، نقدر نديرهم على هذا الشكل. هذه تقدر دير بها صورة مصغرة ديال القناة. هنا كتختار من تحت، كتختار 16 على 9، هذه بالنسبة للصورة المصغرة ديال القناة، كدير 16 على 9 كما كتشوفوا. الشو يعني حيد هذه ولا يعني خاصية رائعة جدا في بزاف ديال الأشياء التطبيق هذا. كل مرة نشرح لكم من شوية. المهم هذا هو التطبيق ديالنا ديال اليوم بيكس آرت، غادي تحملوه، تلقاو رابط التحميل ديالو أسفل الفيديو. وكنتمنى هذا الفيديو تبارطاجيوه وما كرهش يوصل ل50 لايك إن شاء الله، باش الناس كلشي تستافد منه. وإن شاء الله غادي ندير لكم فيديوهات أخرى رائعة جدا، التطبيقات رائعة اللي غادي نشرحها لكم في فيديوهات قادمة بإذن الله، وغتستافدوا منها إن شاء الله. إذا كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال إعجاب ديالكم. مات من بارك، نسلم عليكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، ورمضان مبارك كريم. وما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. إذا كان معكم أبو راين للتقنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.